عدد اليوم مشاهدينا الحديث سيكون حول الحدث الثقافي هذه الأيام وهو صالون الجزائر الدولي للكتاب، كذلك بقسنطينة المهرجان الدولي للمالوف، بالإضافة مشاهدينا إلى جلسة فنية مسائية متميزة أقول مع صوت يغني جزائري شرقي غربي وحتى تركي كيف لا، وهو أول من غنى باللغة التركية. حاليا يقيم خارج الجزائر، هذا الشيء خلاه يغني من كندا على الجزائر ويقول بلادي هي الجزائر. هو فنان شامل، يكتب يلحن يغني وحتى يمثل، نلتقيه بعد حين. هو الفنان الجزائري فارس كمال، مساء الخير عليك، مرحبا بك معنا في برنامج عزيزي المشاهد. نقول لك مساء الخير الأخ محسن، ومساء الأنوار على كل مشاهدين قناتنا الجميلة، وهذه الحصة اللي نحبها أنا بزاف. الله يخليك، نشكرك على تلبية الدعوة. الجلسة ستكون فنية، كذلك حنطلوا على مختلف النشاطات الثقافية بين الحين والآخر. أول سؤال فارس كمال عن أول ألبوم كان في سنة 96، وكان الشيء اللي يميزه أنك غنيت الأول مرة باللغة التركية؟ هو كان في الحقيقة أول ألبوم أنا تعاملت مع الجزائريين وحتى أتراك، كان ألبوم شامل يحمل عدة لهجات، يعني شرقي جزائري تركي، وأنا كنت من شعار خالف تعرف، وحتى كان ميولي كثير للموسيقى التركية. أول كان أول ظهور لي في سنة 96 في برنامج جزائر أفراح وألوان، كانوا عدة صحيح عدد إطلالات من خلال التلفزيون الجزائري. تحدثوا عنا على أول ألبوم، لكن قبل الألبوم أول ألبوم حبيت نعرف أول مرة غنيت وقتاش؟ أول مرة غنيت أنا كنت في بين ثانويات، وكان تسجيل تلفزيوني، يعني كانت 93 على ما أظن. غنيت، كان ظهور أول في التلفزيون، بعدين كان الناس قالوا صوتك جميل وعلاش ما تغنيش. وكنت منذ الصغر وانا نحب الغناء والموسيقى والتمثيل، يعني صحيح هي يعني مواهب. توجت بألبوم سنة 96، اخترت فيه ستيل تركي، لماذا تحديدا ستيل تركي؟ انا كنت كثير معجب بالموسيقى التركية، وحتى يعني تعرف شباب وكاين كثير منهم اللي يحب الموسيقى الغربية وكاين منهم اللي يحب الموسيقى الشرقية، وانا لاحظت انه في الستايل التركي هو مزج بين الشرقي والغربي، اثر اهتمامي يعني هذا الستايل. صحيح، الملاحظ هذه الأيام للساحة الفنية الجزائرية ولا العربية اهتمام الفنانين بستيل تركي، إن كان يعني في الموسيقى وحتى في الكلمات، وبالتالي أنت تنبأت ربما لهذا الشيء، وكنت يعني في 96 غنيت بالتركي. يعني هو أنا فنان كثير حساس، والأتراك يعني في موسيقتهم حتى في أدائهم في إحساس عالي، وكان هذه الحاجة تشدني بزاف ليهم. زرت تركيا؟ كثير يعني، وكنت حتى حضيت بال، كان لي الشرف إن كنت من ضمن الناس اللي حضوا بزيارة تركيا، وحتى كان استدعوا رئيس تركيا سليمان ديميرال من طرف السفارة التركية بالجزائر، وكنت بيناتهم يعني أحد المدعوين في هذه السفارة. حتى استدعيت من تركيا من طرف يعني الجمهورية التركية. وبالنسبة للغة التركية لقيت صعوبة في أنك تتعلمها؟ لا ما لقيتش، يعني احنا نقولوا حاجة اللي كنت تحبها بزاف أكيد تتعلمها، يعني حتى ما فيش يعني صعوبات. صح، أنا كنت قلت أنك فنان شامل تغني مختلف الطبوع الغنائية يعني الجزائرية العربية وحتى العالمية، حبيت تأخذنا بصوتك الآن إلى تركيا، تخير مقطع أغنية تركية تسمعنا. أكيد يعني ما فيش مشكلة، تفضل. Anlamam hiç anlamam Şamsımı zorlayamam Bir sevdanın nuruna Kendimi harcayamam Anlamam ben anlamam Şamsımı zorlayamam Bir sevdanın nuruna Kendimi harcayamam
الله، الآن نطلب منك ترجمة يعني للكلمات، وش تقول يعني بالعربية؟ النمام يعني يقول في الأغنية النمام ما حش نرجع لك يعني أبدا أبدا. النمام النمام صحيح. بعد تركيا اللي زرتها عدت لك الجزائر، حاليا راك مقيم في كندا، غادرت الجزائر راك مقيم بكندا. لما سافرت إلى كندا درت ألبوم آخر، يعني ألبومك الثاني كان سنة 2005 وين غنيت بلادي هي الجزائر. نتحدث على هذا الألبوم، وحبيت نركز على نقطة، كي كنت في الجزائر ما غنيتش على الجزائر، كي رحت في الغربة غنيت. هل الغربة تخلي الفنان أو الإنسان يحس أكثر بحبه للوطن؟ أكيد، يعني بلادنا نحبوها نكونوا عايشين فيها، ولما نغترب نحس بها أكثر. يعني في الحقيقة احنا نكونوا في الجزائر ما نشوفوش ما نشاهدوش القناة الجزائرية، نحبوا كثير قنوات، بصح كي نكونوا في الخارج نكون اهتمامنا على الجرائد، نطلعوا على الجرائد يوميا واش يصرى في الجزائر، يعني التلفزيون الجزائري يوميا، يعني كل مغترب ونأكد يعني يكذب عليك اللي يقول لك ما كاش منها يوميا، يعني الناس الجاليه المغتربه في الخارج يوميا يطلعوا على المجلات، على الصحف، على التلفزيون، على كل شيء يشدهم لبلادهم. وانت كفنان تغني حبك للجزائر عبرت عليه عن طريق الغناء، وغنيت اغنيه كلمات والحان شكون؟ هو كانت توزيع الحان جاك ديميرس، هو كندي، وكلماتي. وصورتها كذلك عن طريق الفيديو كليب؟ صورتها كان تصوير في مدينه نيويورك. نقول لك بالك اول جزائري عارفة عالم الجزائر حتى خلينا نقدروا نشوفوه في الكليب. العالم الجزائري في نيويورك، الناس كانوا كثير ناس يطلبوش من هذا العالم هذا، يعني اللي فيه نجمه وهلال، كانوا كثير كنا في صدى التسجيل. كان الناس يجوا هكذا ويعرفوا شنو هذا العالم وش من اللغه. يعني هذا عالم الجزائر، وناس يعني تايم سكوير نعرفوا يزوروه ملايين من كل بلاد العالم، يعني ويجوا يسالوا من وش هذا العالم وش هذه اللغه وش نعرفوهم بلادنا بثقافتنا. كان حتى ناس خليت لهم سايت، الويب سايت، الفيسبوك، وبالمناسبه نحيي كل الناس فيسبوك. اكيد هي وسيله تقنيه للتواصل، راح تحطوا على ذلك، لانه الفنان اليوم لازم يستعمل اكيد للترويج كل الوسائل اللي توصل، خاصه شباب اليوم يعني كله يتبع يعني الانترنت، اخبار فنان المفضل عن طريق الانترنت. لكن نبقى في البومك الثاني بالاضافه الى اغنيه بلادي الجزائر، اغاني الاخرى كانوا اغاني شويه شرقيه، كانوا جزائريه شرقيه، كان أغنية لما أظن تركية كذلك. التوزيع مختلف يعني؟ التوزيع هو احنا في الخارج يعني يكون عالمي. من خلاله كانوا فيه شاركوا فيه أمريكيين وكنديين، حتى مشارقة يعني من سوريا. هذا ألبومك الثاني. ألبوم الثالث هو اللي راك تحضر فيه، واليوم راك هنا باش نحكوا على البومك يعني اللي تحضر فيه اللي حيكون ان شاء الله في سنه 2010 ولا 2011، لانه